Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جديد. وموضوع اليوم هو سأصمم لك برنامج لمدة أسبوع لكي تحترف النطق في اللغة الإنجليزية، لأنه أغلب الناس أو كثير من الناس يقولون يا أستاذ مراد لا أعرف كيف أقرأ الكلمة، حتى الحروف عندي مخربطة، حتى الحروف التي تأتي مثلا مثل الاس اتش او السي اتش او البي اتش او الجي اتش او مش عارف التي اي او ان، هذه تنطق شن، انا لا اعرف انها تنطق شن، ولا يعرف كثير نقاط استمرت، انا ضعيف باختصار في القراءة. هذا الفيديو جميل جدا انك ترسله الى اي صديق لك عزيز تريد ان يعني يستفيد منه، اخوك، صديقك، زوجك، زوجتك، اختك. هذا البرنامج يعني اكتب انا فيه مواضيع مهمة جدا، ساشرح لك اليوم ما هي الخطة، وسأضع لك في الوصف أسفل الشاشة التي أمامك روابط للدروس مسلسلة، يعني سنقول مثلا خلال أسبوع إلى 10 أيام كأقصى حد، أضع لك رابط كل يوم تشاهد رابط، هذا الرابط يحتوي على نطق الحروف واحد، سنبدأ يعني إذا أنت تتكلم على البرونانسيشن يعني اللفظ، يعني مشكلتنا اليوم هو كيف نوصلك أن تقرأ وتنطق بشكل صحيح، متفقين؟ وأنت تريد برنامج مرتب ويعني دروسه واضحة أمامك. البرونانسيشن هذا يحتاج منك أولاً وقبل كل شيء الحروف، الألفابت. هل أنت تعرف الحروف الألفابت الـ A B C D كابيتال وسمول؟ هل تعرف تنطقهم؟ إذا لا تعرف سأبدأ أول رابط سأضعه لك هو رابط الحروف، اتفقنا؟ جميل. النقطة الثانية، بعد ما تعرف الحروف سأعطيك مجموعة من المقاطع التي تتكلم على الاس اتش والسي اتش وكيف تنطق، جميل؟ ثم سأعطيك أيضا طبعا معها أمثلة كلمات ثلاثة، سأعطيك بعض الوردز، بعض الكلمات، منها اللي هو ما هو ناون اسم وأدجكتيف صفة وفيرب فعل، وسنتدرب معا كيف تقرأ هذه الكلمات مع بعض في الدروس في أسفل الشاشة في الوصف. رقم 4، بعد ما أخذت الحروف وأخذنا الحروف اللي هي لها نطق غريب SHCHPH، وثم أخذنا مجموعة من الكلمات نتدرب عليها، وستكون روابط هذه المواضيع كثيرة اللي هو جسم الإنسان والأيام والشهور رقم 4، سنتدرب على قراءة الجمل sentences، وهذا سيكون عبر مجموعة من الفيديوهات تتحدث عن قراءة الجملة وكذلك العبارات والجمل والأشياء المشهورة والأسئلة، يعني تقرأ أسئلة وتقرأ جمل مشهورة وشائعة في الحياة، سأضع لك إياها روابط في الأسفل. وأيضا سأكتب لك مثلا اللي هو القصة story، قصة أو قطع اللي هو passage، قطع كيف تقرأ my name is كذا، وأنت تتدرب. هذا البرنامج كفيل وبإذن الله بالتأكيد سيجعل منك يعني تستطيع أن تقرأ أي كلمة وأي جملة بنسبة 95%، يعني أستاذ مراد ما فيش 100%؟ يا سيدي إذا كان الأمريكان بنفسهم أو المتحدثين الفطريين ما زال يجدوا بعض الكلمات لا يعرفون أن يقرؤوها، فلذلك نقول بنسبة ممتازة جدا، يعني تستطيع أن تقرأ أي كلمة أو أغلب الكلمات بنسبة 90-95% بإذن الله. 5% هذه اتركها للزمن إن شاء الله. هذا البرنامج كما أخبرتك سيكون موجود في الوصف بشكل، أنا أعطيك برنامج مثلا اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، أنت ابدأ. تريد أن تدرس كل يوم درس، الأمر يعود لك. يوم لا، أيضا أمر يعود لك. طيب يا أستاذ مراد، هذا الدرس هل يكفي أن أشاهده مرة واحدة؟ نصيحتي لا، لأنك أنت بتتكلم على مقطع، يعني أنت بتسمع وما بتتكلم. أفضل طريقة أنك أنت لما أفتح أنا أعطيك فيديو، فتحت أنت في الوصف فيديو وجاءت أمامك قطعة، يا أخي أوقف الفيديو وحاول أن أنت تقرأها قبل أن أقرأها أنا، لذلك تعطيك فرصة أن تتأكد أن نطقك والنطق الذي أنا نطقته هل هو صحيح ولا لا، وكرر. والفيديو اليوم شفته، غدا أو بعد غدا شاهده مرة أخرى، يعني لا مانع من ذلك حتى تحسن النطق عندك. أستاذ مراد أنت تقول في الوصف، في الوصف، الوصف هذه الشاشة التي أمامك سواء اللابتوب أو الجوال، في الأسفل يوجد سهم،
إذا ضغطت على السهم ستجهل سيظهر لك الوصف، هذا هو الوصف، ستجد روابط للدروس باللون الأزرق، تضغط عليها سينتقل بك إلى دروس التي أريدك أن يعني تشاهدها. الروابط هذه ستكون مفيدة جدا لك، وستجعل من قراءتك أفضل بكثير، سواء للحروف أو الحروف التي تنطق أو التي لا تنطق، وأيضا بعض الكلمات التي نطقها صعب سأضع لكم روابطها، الكلمات الطويلة، الفرق ما بين الحرف واسم الحرف سأضع لك كل شيء، بحيث أنك إن شاء الله في خلال أسبوع إلى 10 أيام بالكثير ستنتهي من مشكلة النطق التي تعاني منها وتقول أنا يا أستاذ مراد عندي مشكلة في النطق. لا تقلق، إن شاء الله مشكلة النطق ستنتهي، وهذه هي 5 الخطوات التي أخبرتك بها ستكون كفيلة أن تجعل من مستواك في النطق ممتاز. واحد يقول طيب يا أستاذ مراد عندي نقطة أخرى، أنا عندما أنطق كيف أعرف أن نطقي صحيح؟ هذه ملاحظة يا أستاذ مراد. طيب أنا سأخبرك شيء، أنت يوجد عندك أكثر من طريقة. الطريقة الأولى في قاموس في جوجل، إذا ذهبت إلى جوجل اكتب كامبريدج، إذا كتبت أول ما تكتب كامبريدج في جوجل سيظهر لك مباشرة بجواره ديكشنري، كلمة ديكشنري، ديكشنري يعني قاموس، قاموس كامبريدج. في أيضا قاموس اسمه أوكسفورد، أوكسفورد ديكشنري. أنا عادة أنصح بكامبريدج، كامبريدج من أفضل القواميس. إذا ظهر دخلت إلى هذا القاموس، ضع الكلمة التي تريد أن تعرف نطقها أو تتأكد أن نطقك صح ولا لا، سيكون حتى واضح جدا الصوت، وسيعطيك الصوت أو النطق باللكنة البريطانية والأمريكية، لأن هذا أيضا سؤال جديد. البعض يقول طيب يا أستاذ مراد النطق أنت بتدرسنا بريطاني ولا أمريكي؟ كثير ما سئلت هذا السؤال في التعليقات. الإجابة على هذا الموضوع أنني أدرس النوعين الأمريكي والبريطاني، وأحيانا أوضح أن أنا أقول مثلا أنهم يقولون بالبريطاني واز، بالأمريكي ووز، بالبريطاني يقولون كذا، بالأمريكي يقولون كذا. لكن هناك ملاحظة مهمة جدا بالنسبة لهذه النقطة حتى لا تدوش نفسك بها. الذي يقول يا أستاذ مراد إيش تنصحني، أدرس الأمريكي ولا أدرس النطق البريطاني؟ يا سيدي يا سيدتي ادرس الجميع، يعني حتى لو درست أمريكي ولا بريطاني لا أحد يكترث، لا أحد يعلق عليك، لا أحد يخطئك. البعض يقول مش مسألة تخطيء، الأفضل الأفضل يا أستاذ مراد، لا يوجد ما يسمى الأفضل. أنت كما لو تقول يعني لأحدهم أيهما أفضل، اللهجة مثلا السعودية أو اللهجة الكويتية، هذه لهجة وهذه لهجة، لا نستطيع أن نقول هذا لهجته أفضل من لهجة هذا. طيب في مصر لهجة أهل القاهرة ولهجة دمياط أيهما أفضل؟ لا يوجد أفضل، كلاهما لهجات يعني مقبولة. في المغرب هناك مدن تتكلم لهجات، في الجزائر كل اللهجات مقبولة، يعني لن تجد أبدا شخص يقول لك أوه أنت تتحدث اللكنة البريطانية لن أتحدث معك، أنا لا أنا درست أمريكي وأنت درست بريطاني نحن نختلف عن بعض، هذا الكلام لن تجده أبدا مطلقا. أو العكس يقول لك أوه أنت لكنتك أو نطقك أمريكي وأنا بريطاني صراحة لا خطأ، لن تجد هذا الكلام. شيل هذا الكلام من رأسك، هذا كلام اختلقه البعض وعمل منه مشكلة وأوقفت الكثير عن مدرسة اللغة الإنجليزية وأحبطتهم. والله يا أستاذ مراد أنا مش عارف إيش أدرس، البريطاني ولا الأمريكي، دحين أنت الآن إيش بتدرسنا، بريطاني ولا أمريكي، بريطاني ولا أمريكي، جننونا وجننوا أنفسهم بالبريطاني والأمريكي. يا سيدي ادرس كلا اللغتين واللهجتين صحيحة، أصلا لغة بريطاني والمنتشرة عالميا اللكنة الأمريكية بالأفلام بغيره الأمريكية. أنت إذا درست بريطاني ولا أمريكي لا يوجد إشكالية، لا تشغل بالك وتوقف دراستك وتقدمك بأن تسأل الأمريكي البريطاني، البريطاني الأمريكي. يا سيدي كلاهما صحيح، فقط ادرس وانطق الكلمة صحيح، يعني مثلا كلمة Where are you going، خلاص أين أنت ذاهب، Where are you going، أين أنت ذاهب يا سيدي، خلاص
هذه هي معناتها أين أنت ذاهب. بالبريطاني بالأمريكي هجي تقول لي لا هنا ينطق و و و يا سيدي where are you going، انتهى الموضوع. لا بس بالأمريكي يقولون وي وأنت تقول وي و و يا عمي أنت هتفتح على نفسك جبهة أنت لن تقدر عليها، لأنك هتفتح كمن يفتح قاموس اللهجة السعودية واللهجة الكويتية، قاموس اللهجة المصرية واللهجة المغربية، هتوه ومش هتنتهي. لكن خلاص ادرس where are you going، I am playing, she is cooking، هذا هو النطق العام وانتهي من الموضوع واتركك من البريطاني والأمريكي. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم، وأتمنى أن تستفيدوا من الدروس التي سأضع لكم إياها في الوصف. وضع لنفسك برنامج التزم به وخليك جاد وادرس يوميا الموضوع وعيد الفيديو أكثر من مرة. شكرا جزيلا لكم، good luck. لا تنسى الاشتراك، شارك الفيديو مع غيرك حتى يستفيد منه. وأيضا لا تنسى أن تشاهد قناتي الثانية، قم بدمج دروسي كاملة في قناتي الثانية، قناة الثانية ستجد في الوصف رابط القناة الثانية. شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا موفقا ومع سلامة الله، goodbye.